نرحب على التليفون معانا كابتن ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي. يا صباح الخير عليك يا كابتن. يا صباح الخير، ايه الاخبار؟ اهلا بيك، منورنا. وخلينا في البدايه كده نطمن عليك وجلسات العلاج الطبيعي، يعني طمنا يا كابتن، ايه الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي؟ الحمد لله الدنيا دلوقتي بقت احسن كتير، بدات خلاص اعمل تاهيل، خلاص العلاج الطبيعي خلصت، دخلت جيم، وان شاء الله بعد الاجازه، احنا النهارده اجازه، فممكن من بكره ابدا اجري ان شاء الله. هايل جدا. يمكن كمان لو حضرتك تابعتنا النهارده كان في فقره حابه اسالك بخصوصها، يعني كانت عن التاهيل النفسي الرياضي. هل حضرتك ككابتن كابتن النادي الاهلي وكابتن كبير، هل حضرتك بتعتقد ان التاهيل النفسي الرياضي الى حد كبير ليه دور برضو في نفسيه اللاعب وفي ادائه في الملاعب؟ ده اكيد طبعا. هو لعيب الكوره يعني بره الملعب، يعني هو في الملعب 20 30% بره الملعب، التاهيل النفسي ده اللي عامل ايجابي كبير جدا. يعني لعيب الكره نفسيا لازم يكون مهيئ، نفسيا مرتاح، مفيش حاجه في باله شغلاه، دي بتفرق معاه في الملعب جامد قوي، فدي حاجه ضروريه جدا. صحيح. بس للاسف احنا هنا في مصر ساعات بنفكرها ان التاهيل النفسي ده اللي هو ده عنده مثلا تعقدات، عنده مشاكل، صح، او مثلا في حاجه هي مش كده خالص والله، لا هي مطلوبه فعلا، انديه العالم كلها بتعمل كده على فكره. صح، هو الوعي ده اللي مطلوب فعلا، يعني ده حقيقي. عموما كان مهم جدا ان احنا نطمن على حضرتك، الف سلامه عليك، وان شاء الله ما نسمعش عنك غير كل خير باذن الله. وعايزين بس سعيدنا طلب بوجودك معانا. عايزين طلب قبل ما نقفل يا كابتن ياسر. طبعا عايزينك تكون معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي اهو على الهوا، وعندك مساحه وقت كافيه للريكفري وتيجي تنور الاستوديو. عايزينك تيجي تنورنا، واكيد كل الجمهور هيكون سعيد بوجود حضرتك معانا، فان شاء الله يعني نحاول نرتبها الاسبوع الجاي وننتظرك باذن الله. نرتبها باذن الله، ابقى موجود معاكم. شكرا ليك والف سلامه على كابتن الاهلي كابتن ياسر ابراهيم. شكرا ليك. طيب.